إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نواصل أيها الإخوة بهذه النصيحة الغالية. بسم الله الرحمن الرحيم. أقرب من المكبر، أقرب من الجهاز. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: جالس أهل الورع وأهل التقى، يصلح الله أمر دينك، وشاور في أمر دينك الذين يخشون الله، وسارع في الخيرات يحول الله بينك وبين معصيتك، وعليك بكثرة ذكر الله يزهدك الله في الدنيا، وعليك بذكر الموت يهون الله عليك أمر الدنيا. الحمد لله، يكفي. أعد الفقرة الأولى، فقرة بس، لأن كل فقرة تحتها معنا. قال رحمه الله: جالس أهل الورع وأهل التقى، يصلح الله أمر دينك. يبين المصنف رحمه الله تعالى في هذه النصيحة أهمية مجالسة أهل التقى والورع وأهل الاستقامة الذين ينفعك الله بمجالستهم، فإن مجالستهم لا تخلو من خير، وإنك لابد أن تنال خيرا بسبب مجالستهم، إذ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، إذ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وقد أمر الله تبارك وتعالى بالصبر مع أهل الخير والتقى وملازمتهم. قال الله عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول تبارك وتعالى محذرا من مجالسة أهل السوء: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. ويقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله، والمرء مع من أحب، وأنت مع من أحببت، فلنجتهد في مجالسة عباد الله الصالحين وأوليائه المقربين الذين لا يدعون إلا إلى الخير وإلى التقى وإلى الورع وإلى التعلق بالله تبارك وتعالى. لازمهم واستفد منهم، لا سيما إذا انضم إلى هذا الخير كونهم من أهل العلم الصلحاء العاملون بعلمهم، فإن ملازمتهم تتعين أكثر. فتنبه لهذا، فإنه أمر
تثنى عليه الخناصر. نعم. قال رحمه الله: وتجاوز عمن ظلمك تكن رفيق الأنبياء. لا قبل. نعم. أنت تجاوزت صفحة؟ طيب. قال رحمه الله: وتجاوز عمن ظلمك تكن رفيق الأنبياء والشهداء، وأقل دخول السوق فإنهم ذئاب عليهم ثياب وفيه مردة الشياطين. يبين هنا أهمية الصفح عن الآخرين، فاصفح الصفح الجميل، والتجاوز والعفو لا سيما عند المقدرة، فإن ذلك من أجل الأعمال التي تقرب إلى الله عز وجل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. فالمؤمن من كمال إيمانه أن يصفح عمن ظلمه وأن يتجاوز عمن آذاه. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، حيث كان مثالا في الصفح والحلم والعفو. لما فتح الله عليه مكة ذهب ووقف على كفار قريش، وكثير منهم ما زال على دينه، وظنوا أنه سوف ينكل بهم لأنهم آذوه وأخرجوه من دياره، وفعلوا ما الله به عليم من إيذائه وإيذاء أصحابه. فقال: ما تظنون أني آخذ بكم، أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء، أقول لكم ما قال يوسف لإخوته. ماذا؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فيجب أن نقتدي به في ذلك. ثم حذر في الفقرة التي بعدها من هيشات الأسواق، وأمر بالبعد عنها، وبين خطورة السوق، فإنه مليء بالسفهاء والسفيهات وقليلي الحياء وقليلات الحياء واللاتي خلعن جلباب الحشمة والعفة وارتدينا أزياء الكفار والملاحدة والملحدات. وكثير من الناس تجده إنس في ثوب جن، تجده من شياطين الإنس، فابتعد عن هذه الأسواق. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هيشات الأسواق، وهذا دليل ذكره العلماء المربون الفاهمون الواعون الوقافون عند حدود الله، ذكروه دليلا على تحريم ما يسمى بالمظاهرات، سواء سموها سلمية أم حربية، فإنها مبدأ ماسوني يهودي صهيوني غربي مستورد لا علاقة له بالإسلام، لا من قريب ولا من بعيد. ومن أول ما عرف عنهم ذلك في الإسلام هم أولئك الخوارج المارقون الذين ظهروا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبدأوا بالمقاطعة ثم التشويش عليه ثم الحكم عليه بالكفر ثم استحلال دمه، حيث تولوا كبر قتل هذا الشهيد العظيم ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل ذلك قتلوا شهيد المحراب، وقبل ذلك قتلوا الشهيد الأول بعد عمر، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنهم. فهؤلاء هم المارقون الذين أول ما يطبقوا ما يسمى بهذه المظاهرات التي يفتي بعض الجهلة والسفهاء في هذا الزمان بأنها من الإسلام، وأن من يقتل فيها يكون ماذا؟ يكون شهيدا. كفى بك داء أن ترى الموت ماذا؟ ها؟ شافية.
كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكن أمانيا. يدخل في الهيشات ويصيح ويصرخ من أجل الخبز ويسمى شهيدا، حاشا لله، لا يمكن أن يطلق عليه اسم الشهيد وهو يقاتل ويصيح من أجل بطنه. والنبي صلى الله عليه وسلم يخرج وقد ربط الحجر على بطنه من شدة الجوع، لا يجد ما يسد به رمقه ولا جوعته. والعجيب كل العجب، والعجب كل العجب، أن يتصدى للفتوى في مثل هذه القضايا فيسمي حتى النصارى شهداء الذين يتجمعون في مثل هذه الميادين الغوغائية السفيهة والخبيثة والدخيلة على دين الله تبارك وتعالى، ويضفون عليها طابعا دينيا ويسمون أهلها شهداء. وهكذا نحن في عصر تسمى فيه الأشياء بغير اسمها، كما يشربون الخمرة ويسمونها بغير اسمها، ويستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. فمتى كان الذي يقاتل الخبز شهيدا، ومتى كان الذي يسد الميادين على الناس ويعبث بالطرقات ويحرق ويحرق الأخضر واليابس، متى كان هذا شهيدا؟ بل هو من قطاع الطرق، شاء أولئك المفتون المفترون أم أبوا، فضلا عن أن يكون ماذا؟ ها؟ فضلا عن أن يكون شهيدا، فإنه من قطاع الطرق الذين تجب محاربتهم والقضاء عليهم. هذا العمل الذي أضفى عليه بعض أدعياء العلم وبعض المتطفلين على العلم وبعض الجهلة والسفهاء، أضفوا عليه طابعا دينيا واعتبروا من يموت في تلك الساحات من الشهداء. وحاشا لله أن يكون من يصرخ ويصيح ويفجر أن يكون من الشهداء في بلاد المسلمين، حاشا لله أن يكون من الشهداء. فاتقوا الله عز وجل وسموا الأشياء باسمها، وإياكم أن تسموها بغير اسمها، فإنكم تتحملون وزر تلك الفتاوى الضالة التي يتبجح بها بعض أدعياء العلم والسفهاء. فانتبهوا لهذا، فإنه ليس من دين الله في شيء. واعرفوا عمن تأخذون دينكم، فإن هذا العلم دين، فاعرفوا عمن تأخذون دينكم. نعم تفضل. قال رحمه الله: وأقل دخول السوق فإنهم ذئاب عليهم ثياب، وفيه مردة الشياطين من الجن والإنس، وإذا دخلتها فقد لزمك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإنك لا ترى فيها إلا منكرا، فقم على طرفها فقل: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير، وهو على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد بلغنا أنه يكتب لقائلها بكل من في السوق عجمي أو فصيح 10 حسنات، ولا تجلس لا 10 حسنات. نعم 10. جزاك الله. فقد بلغنا أنه يكتب لقائلها بكل من في السوق عجمي أو فصيح 10 حسنات، ولا تجلس فيها، واقض حاجتك وأنت قائم، يسلم لك دينك. هذا استطراد للنهي عن الذهاب إلى الأسواق والدخول والخروج فيها، وأنها مليئة بالسفهاء والسفيهات والمارقين والمارقات والماردين والمتبرجات وما إلى ذلك من شياطين الجن والإنس. فإذا كان لابد من دخول ذلك فأعطوها حقها من النصيحة لله ولرسوله والجد والاجتهاد في النصح لكل مسلم، وأن تذكر الله تبارك وتعالى وتذكر الناس بالذكر وتدعوهم إلى الله عز وجل، وتنصحهم وتنكر وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. هذا هو الذي يجب أن يكون، وإلا تبتعد ولا تقرب تلك الأسواق. فإما أن تقوم بما أوجب الله عليك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
والأخذ على أيدي السفهاء، وهذا يقوم به رجال الحسبة الذين كلفهم ولاة الأمر بذلك، أو أنك تبتعد عن هذه الأسواق وهيشاتها وما فيها من غوغائية، يسلم لك دينك وتسلم لك دنياك. نعم. قال رحمه الله: وإياك أن يفارقك الدرهم فإنه أتم لعقلك، ولا تمنعن نفسك من الحلاوة فإنه يزيدك في الحلم، وعليك باللحم ولا تدم عليه ولا تدعه ولا تدم عليه. نعم. ولا تدعه 40 يوما فإنه يسيء خلقك، ولا ترد الطيب فإنه يزيد في الدماغ، وعليك بالعدس فإنه يفرز الدموع ويرق القلب، وعليك باللباس الخشن تجد حلاوة الإيمان، وعليك بقلة الأكل تملك سهر الليل، وعليك بالصوم فإنه يسد عنك باب الفجور ويفتح عليك باب العبادة، وعليك بقلة الكلام يلين قلبك، وعليك بطول الصمت تملك الورع. هذه الوصايا بعضها يمكن أن يكون غير مسلم أو مبالغ فيه، ولعله استحسان منه رحمه الله تعالى، والبعض منها لا شك أن عليه أدلة شرعية واضحة، مثل الصوم ومثل قلة الكلام ومثل الصمت فإنه يزين صاحبه، ومثل الاكتفاء بالأكل القليل. أما تحديد يعني بعض الأكلات وهذه الأشياء تحتاج إلى أدلة شرعية ولا دليل على بعضها، لكن على المسلم أن يجتهد فيما في تطبيق توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يبذل قصارى جهده في التقيد بالوصايا الشرعية وبالآداب الشرعية. أما بعض ما يذكره لعله له علاقة بالطب، وما أدراك ما الطب، وهذا لسنا من فرسانه، لكن المهم أن على المسلم أن يتقيد بالآداب النبوية الكريمة، مثل تقليل الأكل ما أمكن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حسب المرء لقيمات يقمن صلبه. ولا يخال أن المصنف رحمه الله تعالى يقصد بمسألة الدرهم أنه يقصد الطمع في هذه الحياة الدنيا، وإنما يقصد بذلك أن يأخذ المسلم المال من حله وينفقه في ماذا؟ وينفقه في محله. أن يأخذه من حله وينفقه في ماذا؟ في محله، يعني أنه لا يترك أولاده عالة يتكففون الناس، هذا هو المقصود بهذه التوجيهات. ثم يعني يقل المسلم من الكلام ويكثر من الصمت، فالصمت زين وقليل فاعله، وإذا كان الكلام من ذهب فالصمت من فضة، فالصمت من ذهب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وغير ذلك من التوجيهات التي بينها وأمر بالتقليل منها في ضوء ما ثبت من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: ولا تكونن حريصا على الدنيا ولا تكن حاسدا، تكن سريع الفهم، ولا تكن طعانا تنجو من ألسن الناس، وكن رحيما تكن محببا. نعم. إلى الناس. هنا يعني يحذر من الاشتغال بالدنيا ومفاتنها الزائلة، ويأمر بالتقليل منها وعدم الاعتماد عليها، والجد والاجتهاد في الأخذ منها بالكفاف الذي ينفعك في أمر دينك ودنياك، ويحث على الخير وعلى التقى وعلى الورع وعلى الزهد في هذه الحياة الدنيا، ويرغب فيما عند الله تبارك وتعالى، ويعني يحث على كل خصلة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وارض بما قسم الله لك من الرزق تكن غنيا، وتوكل على الله تكن قويا. الرضا بما قسم الله من صفات من أبرز صفات المؤمنين، فالمسلم يرضى بقضاء الله وقدره في
السراء والضراء. وقد وصف الله المؤمنين بالصبر وقال وبشر الصابرين وحثهم عليه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصبر ضياء وأن الرضا بما قسم الله تبارك وتعالى من أبرز صفات المؤمنين. فيقول علقمة التابعي المعروف في قول الله عز وجل ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال هو المؤمن تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيش فيرضى ويسلم يعني لقضاء الله وقدره. وكذلك بعد ذلك أمر بماذا بعد التسليم لقضاء الله وقدره؟ اقرأ العبارة. قال رحمه الله وارض بما قسم الله لك من الرزق تكن غنيا وتوكل على الله تكن قويا. نعم، فإن الرضا هو الغنى الذي يغنيك، ليس الغنى بكثرة العرض وإنما الغنى غنى النفس. ثم حث على التوكل على الله وتفويض الأمر لله تبارك وتعالى مع الأخذ بالأسباب المشروعة. قال الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. والمقصود بالتوكل كما قلت هو تفويض الأمر إلى الله مع الأخذ بالأسباب المشروعة. أما ترك الأسباب فإنه تواكل وليس توكلا، تواكل وليس ماذا؟ وليس توكلا. فانتبه لهذا واجتهد في التوكل على الله، ومن توكل على الله كفاه. والتوكل من أعظم أنواع العبادة، فهو بمثابة الرأس من الجسد. فتوكل على الله واجتهد في ما يقربك إلى الله يؤتك الله قوة إلى قوتك، فإن من أعظم أسباب القوة على دين الله التوكل عليه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله ولا تنازع أهل الدنيا في دنياهم يحبك الله ويحبك أهل الأرض، وكن متواضعا تستكمل أعمال البر. ولا تنازع أهل الدنيا في دنياهم، الدنيا دار ممر وليست دار مستقر، ودار معبر وليست دار قرار. فعليك أن تتزود منها زاد التقوى وألا تنخدع بها وبمفاتنها الزائلة، وأن تقبل على الله سبحانه وتعالى بدلا من أن تقبل عليها. وهذا لا يمنع أن تأخذ منها ما أحل الله لك مع الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. المقصود أنك لا تغتر بها، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، فإنك متى زهدت فيها سعدت في الدنيا والآخرة، ومتى رغبت فيها نازعتك كلابها. فيا باغي الدنيا فإني طعمتها وسيق إلي عذبها وعذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتنبها كنت سلما لأهلها وإن تجتذبها نازعتك كلابها. فدع الناس الذين يتكالبون عليها وأقبل أنت على الله تبارك وتعالى، وتقرب إليه بالأعمال الصالحة التي تقربك إليه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وكن متواضعا تستكمل أعمال البر، اعمل بالعافية تأتيك العافية من فوقك، كن عفوا تظفر بحاجتك، كن رحيما يترحم عليك كل شيء. نعم. التواضع من أبرز صفات المؤمنين،
وقد قال الله تبارك وتعالى: والذين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافون والعافين عن الناس. وقال جل وعلا: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وكذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتواضع، فقال: من تواضع لله رفعه. وقال: تواضعوا فلا يبغي أحد على أحد، ولا فالتواضع من أعظم ما يقربك إلى الله عز وجل. تواضع لله عز وجل وتواضع لإخوانك وألن لهم جناحك تسعد في الدنيا والآخرة. ثم حث على العفو، وقد تقدمت له نظائر، ولا سيما العفو عند المقدرة، فالعفو زين وعظيم، ما زاد الله بعفو إلا عزة. نعم. قال رحمه الله: يا أخي، لا تدع أيامك ولياليك وساعاتك تمر عليك باطلا، وقدم من نفسك لنفسك ليوم العطش. يا أخي، فإنك لا ترى يوم القيامة. يا أخي، فإنك لا تروى يوم القيامة إلا بالرضا من الرحمن، ولا تدرك رضوانه إلا بطاعته. وأكثر من النوافل تقربك إلى الله. طيب، قبل هذا أعد هذا. قال رحمه الله: يا أخي، لا تدع أيامك ولياليك وساعاتك تمر عليك باطلا، وقدم من نفسك لنفسك ليوم العطش. يا أخي، فإنك لا تروى يوم القيامة إلا بالرضا من الرحمن. هنا يحث على الجد والاجتهاد في أن تقدم لآخرتك ما يكون عونا لك، ما يكون سببا في إسعادك في الآخرة، تروى به من العطش، وذلك بأن تعمل الأعمال الصالحة التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى وترغب فيما عنده. فاجتهد في ذلك، وقدم لنفسك وخذ من دنياك لآخرتك، وتذكر دائما قول الله تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. تذكر ذلك واجتهد فيما يقربك إلى الله، وقدم لغدك، وما تقدم لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فلنجتهد في ذلك، ونجتهد فيما يقربنا إلى ربنا سبحانه وتعالى، فإن هذا هو طريق السعادة في الدارين. نعم. قال رحمه الله: وأكثر من النوافل تقربك إلى الله، وعليك بالسخاء تستر عوراتك. النوافل من أعظم الأعمال التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى، وتسد الخلات التي قد تحصل في الفرائض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني
لأعيذن. ويقول صلى الله عليه وسلم لابن عباس: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. تعرف الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فأقبل على الله يا عبد الله، وأكثر من النوافل والتطوعات، وكن من الذين قال الله فيهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وممن قال فيهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تفضل. قال رحمه الله: وعليك بالسخاء تستر العورات، ويخفف الله عليك الحساب والأهوال. وعليك بكثرة المعروف ينسك الله في قبرك. واجتنب المحارم كلها تجد حلاوة الإيمان. أعد. قال رحمه الله: وعليك بالسخاء تستر عوراتك. السخاء هو الكرم والجود بشيء مما أعطاك الله عز وجل، فإذا فعلت ذلك سترك الله في الدنيا والآخرة، كما جاء في الحديث: من ستر مسلما ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. والمقصود أن الكرم وعدم البخل من أبرز صفات المؤمنين. المؤمن ليس بالبخيل، وليس بالقابض، وليس بالذي يقتر على نفسه، لكنه يسلك المسلك الوسط، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم. قال رحمه الله: وعليك بكثرة المعروف يؤنسك الله في قبرك. واجتنب المحارم كلها تجد حلاوة الإيمان. نعم. جالس أهل الورع وأهل التقى يصلح. لحظة. نعم. أولا قال، اقرأ الفقرة الأولى. قال رحمه الله: وعليك بالسخاء تستر عوراتك. ويخفف الله عليك الحساب والأهوال. نعم. وعليك بكثرة المعروف يؤنسك الله في قبرك. واجتنب المحارم كلها. عليك بكثرة المعروف، أي معروف كان، تأمر بالمعروف، تنهى عن المنكر، تقول الكلمة الطيبة، تعين إخوانك المحتاجين، فإن ذلك يكون عونا لك ويكون وقاية لك في قبرك وفي آخرتك من النار. فتجتهد في ذلك وتكون محافظا على ما أوجب الله عليك، وتضيف إلى ذلك بعض التطوعات التي تسد الخلة. نعم. قال رحمه الله: جالس أهل الورع وأهل التقى يصلح الله لك أمر دينك. وشاور في أمر دينك الذين يخشون الله، وسارع في الخيرات يحول الله بينك وبين معصيتك. تقدم الكلام على مجالسة أهل التقى، ثم يأمر بعد ذلك بمسارعة في الخيرات. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ثم على المسلم أن يجتهد في التسابق إلى الخير والتنافس فيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ويقول تبارك وتعالى:
والسابقون السابقون أولئك المقربون. وغير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على فضل هذا الشأن. نعم فضل. قال رحمه الله: وعليك بكثرة ذكر الله يزهدك الله في الدنيا، وعليك بذكر الموت يهون الله عليك أمر الدنيا. نعم، عليك بذكر الله. ذكر الله يا عبد الله حصن حصين يحفظك الله به، سواء ما كان فيه من الأذكار المقيدة بأوقات أو مناسبات أو كيفيات معينة، أم تلك الأذكار المطلقة التي يمارسها المرء أو يؤديها المرء في كل أحيانه. وكانت أمنا رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه، وأخبر أن الذي يذكر الله والذي لا يذكره كالحي والميت. وذكر الله به تطمئن القلوب وتغفر الذنوب وتقال العثرات وتحط السيئات. ذكر الله تبارك وتعالى حصن لك من الآفات. ذكر الله تبارك وتعالى تضاعف لك به الحسنات. ذكر الله تبارك وتعالى ترفع به الدرجات وتقال به العثرات. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فأكثر يا عبد الله من ذكر الله، وحافظ على أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم ونحو ذلك، وكذلك الأذكار المطلقة التي فيها حياة القلوب وفيها غفران الذنوب وفيها الظفر بالمطلوب والبعد عن المكروه. ثم بعد ذلك نبه على أهمية تذكر الموت، وأنه واقع لا محالة، وأن لك أجلا لن تتجاوزه، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. والله خبير بما تعملون. فتذكر الموت تستقم لك الحياة. نعم. قال رحمه الله: واشتق إلى الجنة يوفق الله لك الطاعة، وأشفق من النار يهون الله عليك المصائب. نعم أعد. قال رحمه الله: واشتق إلى الجنة يوفق الله لك الطاعة، وأشفق من النار يهون الله عليك المصائب. المقصود هنا أن الاشتياق إلى الجنة وطلب الطريق الذي يوصل إليها من عبادة الله عز وجل وتحقيق التوحيد وتحقيق العبودية لله وحده، والبعد عن جميع المخالفات الشرعية، وبذل الجهد في طاعة الله عز وجل هو طريق الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. والمقصود أن من أطاع الله ورسوله كان من أهل الجنة. قال الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم. قال رحمه الله: والمؤمنون شهود الله. لا، قبل الفقرة اللي قبل. قال رحمه الله:
واشتق إلى الجنة يوفق الله لك الطاعة. نعم. وأشفق من النار يهون الله عليك المصائب. كذلك تذكر النار واعلم أنها واقعة لا محالة، وأن ذكر النار وما فيها من أهوال يعين على الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يذكر النار دائما، يذكر ما فيها من أهوال. إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما. نعم. وغساقا. إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. فانتبه يا عبد الله وتذكر هذه المواقف التي فيها العبرة والعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نعم. قال رحمه الله: أحب أهل الجنة تكن معهم يوم القيامة، وأبغض أهل المعاصي يحبك الله، والمؤمنون شهود الله في الأرض. فاجتهد في مصاحبة أهل الخير من أهل التقى والورع، وابتعد عن مشاركة أهل الشر من أصحاب المعاصي وقليلي الحياة والمارقون من دين الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله: والمؤمنون شهود الله في الأرض، ولا تسبن أحدا من لعلنا نقف عند هذا الحد إلى درس الخميس القادم إن شاء الله. استودعكم الله وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. وفيكم بارك. يقول السائل: جزاكم الله خيرا وأطال عمركم، لأب يسب الدين ويشرب الخمر وغيرها من المحرمات التي لا يحبها الله، فهل يجوز لي أن أهجره مع العلم أني أقمت عليه الحجج والنصائح؟ أفيدونا بأجوره. نسأل الله العافية والسلام، ونسأل الله له الهداية. سب الدين كفر مخرج من ملة الإسلام، حتى إن بعض أهل العلم لا يرى قبول توبته في الدنيا ويترك الأمر بينه وبين ربه، لكن يقام عليه حد الردة. فسب الدين كفر. قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا أمر والعياذ بالله نلاحظه في بعض البلاد، سب الله ورسوله وسب الدين والنيل من الرسول صلى الله عليه وسلم أو من القرآن أو من السنة. لا شك أن هذا من أخطر الأمور، وأخطرها على المسلم. وقد يتساهل المسلم في كلمة وهي ربما تكون استهزاء بدين الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسب الدين كفر ينقل عن الملة، والحل أنك أن تنصحه بالعودة إلى دين الله عز وجل، فإن عاد وإلا تعامله في هذه الدنيا معاملة حسنة حتى ولو كان كافرا، ويوم القيامة يفصل الله بينكما، لكن لا تحرمه حقوقه الدنيوية. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل: عندنا ساحران في قريتنا، أحدهما عمي أخو الوالد. ساحران؟ نعم. يقول: عندنا ساحران في قريتنا، أحدهما عمي أخو الوالد، فهل يجوز الدعاء عليهم في المسجد النبوي مع العلم أنهم خربوا الديار وقذفوا المحصنات؟ أفيدونا جزاكم الله خير. والله الواجب أولا مقاطعتهم والبعد عنهم، وهجرهم هجرهما، والنهي عن الذهاب إليهما، وإبلاغ المسؤولين الذين يتولون
الذين يتولون الأخذ على أيديهم، فإن تابوا ورجعوا وإلا فلا شك في كفرهم، لأن الساحر يكفر. وأنت مهمتك أن تنصح وتوجه، وأما الحكم الفاصل فهو في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. نعم. يقول السائل: شاب يشرب المخدرات ثم يذهب إلى الصلاة، فما حكم ذلك وما نصيحتكم له؟ نسأل الله له العافية والسلامة. الإنسان إذا ابتلي بشيء من المعاصي لا يعني هذا أنه يترك الفرائض والصلوات بدعوى أنه ليس له عمل، هذه لا تحبط العمل، لا شك أنها جريمة كبرى تعاطي المخدرات والمسكرات وما إلى ذلك، فهذا أمر في غاية الخطورة. ولكن ما دام يذهب إلى المسجد يرجى له خير، وعليك أن تناصحه وأن تواصل نصحه وتوجيهه، لعل الله يقذف في قلبه الحق. واهجره أيضا طالما أنه يتعاطى هذه الخصلة، وهجرانه لعله ينفع في توجهه إلى الجادة والبعد عن هذا العمل الشنيع، ولعل بعدك عنه أولى في إذا لم يعد إلى الله عز وجل ويسلم من جديد. نعم. يقول السائل: فعلت عمرة عن نفسي قبل 4 سنوات، والآن أريد أن أفعل عمرة عن نفسي ثم أعود للمدينة فأفعل عمرة أخرى عن أمي الحية، عن أمي وهي حية. نعم. مع العلم أنها ليست بعاجزة، ولكنها هي لم تفعل العمرة قبل. هنا جزاك الله خيرا أن تعتمر عن أبيك المتوفى، فهذا عمل صالح وهو من بر الأب. أما الأم الحية فلها حالتان: إن كانت مقعدة على سريرها لا تتحرك ولا تذهب ولا تجيء فهذه يمكن أن تعتمر عنها لأنها عاجزة، وأما أنها تمشي إذا كانت تمشي وتروح وجاي فهذه لا يعتمر عنها، وإنما عليك أن تعمرها معك أو تطلبها للعمرة فيما بعد. وأما الحي القادر فإنه لا يحج عنه ولا يعتمر عنه، لا يحج عنه ولا يعتمر عنه، لأنه ليس لم يجب في حقه الحج لكونه غير مستطيع. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أصلي ركعة تحية المسجد بعد الأذان الثاني مباشرة أم أكتفي بالراتبة؟ إذا صليت إذا كنت تعني الفجر، إذا صليت ركعتين التحية فهذه تكفيك عن ركعتي الفجر، ويعني لأن الوقت وقت نهي، الوقت وقت نهي، فأنت لا تصلي في وقت النهي، تصلي ركعتين تقومان مقام التحية ومقام ركعتي الفجر. نعم. يقول السائل: من العادات القديمة في بلادنا إذا تزوجت المرأة تحتجب المرأة بوجهها عن والدها، فهل هذا الفعل يخالف الشرع؟ نعم، يخالفه كثيرا، وأنا أعرف تلك العادات التي تخالف الشرع، من كونه يقاطع زوج ابنته ولا يراه مدى طول الحياة وما إلى ذلك، هذه قطيعة وهجران وقطيعة رحم، ولا أدري كيف. ونحن كنا في زيارة إلى بعض تلك البلاد قريبا أو إلى جزء منها من الذين يعملون بهذا، وكثير منهم ترك هذه العادات والحمد لله، لكن البعض ما زال يعني يفعل هذه العادة السيئة. أنا أرى أن هذه من قطيعة الرحم، والله عز وجل يقول: فهل عسيتم إن توليتم
أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقال من أراد أن من أحب أن ينسى له في أثره ويبسط له في رزقه فليصل رحمه. هذا في الحقيقة يعني عادة سيئة جدا لا أدري من أين جاءوا بها بحال من الأحوال. نعم. يقول السائل ما حكم المظاهرات بحجة تطبيق الشريعة كما هو حال في بعض البلاد؟ ذكرت أجبت عنه في الدرس. نعم. يقول السائل هل يجوز تعامل مع أبناء الصحابة؟ على كل حال هي أعمال يهودية ونصرانية ورافضية. نعم. أحسن الله عليك. يقول السائل هل يجوز التعامل مع أبناء السحرة في التجارة أو مصاهرتهم مع العلم في أن أموالهم مما جنى من الشعوذة؟ أفيدنا جزاكم الله خير. على كل حال ابتعد عن هؤلاء وعن التعامل معهم يكون خير لك، مدام أبناؤهم على نفس النهج فليبتعد عنهم. أما إذا كانوا رجالا صالحين فإنهم لا يأخذون بجريرة غيرهم ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. يقول السائل شيخنا أي كتاب تنصحونا فيه؟ كتب السيرة. نعم. أنصحك بالرحيق المختوم للشيخ المبارك فوري رحمه الله حاليا. نعم. يقول السائل ما هي فوائد غض البصر جزاكم الله خير؟ فوائده كثيرة، منها يعني أنه يؤدي إلى حفظ الحواس عن المحرمات، ومنها يعني أنه يبتعد عن الاطلاع على عورات المسلمين، ومنها سلامة القلب وبعده عن محبة المعاصي وما إلى ذلك. فهذا يعني هذا من هذا القبيل، يعني الذين يغضون أبصارهم ينالون خيرا كثيرا لأنفسهم ويقون الناس شرهم، والذين يمدون أبصارهم إلى عورات الناس يجرمونها في حق أنفسهم وفي حق الغير. نعم. يقول السائل رجل استأجر بيتا وأثثه بأثاث ثم أجر بيتا آخر وانتقل إليه وبقي الأول مؤجرا، فإذا جاء من استأجره يشترط منه أن يشتري منه أثاث مع التأجير وإلا؟ أعد. رجلا استأجر بيتا. نعم. وأثثه بأثاث. ثم أجر بيتا آخر وانتقل إليه. استأجر قصدك بيتا آخر. نعم. وانتقل إلى آخر ثم أجر بيتا آخر وانتقل إليه وبقي الأول مؤجرا، فإذا جاء من يستأجر الأول يشترط منه أن يشتري منه الأثاث مع التأجير وإلا لن يؤجره، فما حكمها؟ أولا إذا كان المؤجر الأول أذن له في تأجيره إذا خرج منه فلا حرج عليه إن شاء الله تعالى، وأما كونه يساوم على الأساس أثاث فلا بأس، لأن الأثاث شيء خارج عن الأجرة فلا بأس بذلك إن شاء الله. نعم. يقول السائل رجل يستدل على جواز رؤية مشاهدة النساء للمشايخ عبر القنوات الفضائية بحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة أن تعتد عند ابن أم مكتوم رضي الله عنه لأنه لا يراها، فكذلك المشايخ لا يرون المرأة التي تشاهدون. عند الأدلة ليست قاصرة على مثل هذا التكلف، وإنما يعني الأدلة كثيرة، نحن منهيون عن اطلاع على عورات النساء ومنهيون عن يعني أو لعله يقصد العكس، يعني رؤية المرأة للمشايخ. يا أخي الرؤية إذا لم تكن رؤية المرأة كونها تنظر أو كونها ترى أحد من المشايخ أو غيرهم أو من المارة دون حصول فتنة ودون أن تكون هي متبرجة وتعرض نفسها للشر، فهي الرؤية غير يعني منهي عنها غير منهي عنها، لكنها مأمورة بغض البصر في إذا كان يعني النظر بقصد التمتع إلى النظر بالنظر إلى الرجال ونحو ذلك، فلا شك أن هذا محرم. أما الرؤية العادية لا تحرم ولم يقل أحد بأنها محرمة. أما حديث أو عمي أواني أنتما فإنه حديث
ضعيف، حديث ضعيف، لكن ينبغي للمسلمة أن تحتشم وأن تبتعد عن كل ما يخدش حياءها، وأن تطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم. يقول السائل: بعض الشباب يعيشون بين ألوف من أهل البدع وهم مجتمعون على أذاهم، فهل يجوز الهجر حتى وإن كانت علما أن ولاة الأمر أيضا من أهل البدع ولا يمنحونهم الهجرة شرعيا؟ هل المقصود سؤال عن الهجرة، عن الهجران؟ نعم. مقصود أذاهم أن أهل البدع يأذوننا. نعم، ابتعدوا عنهم إلا بقدر ما تؤدون النصيحة التي، إذا كانوا من أهل البدع المؤصلين المنهمكين في بدعهم وليس من الذين عنده الخطأ والخطأان ونحو ذلك، لكن كثير من الناس يبالغ في تشخيص البدع، فربما نظر سمى ما ليس بدعة بدعة، وهذه طامة كبرى ترتبت عليها مفاسد جمة. فكثير من الناس يتسرع في الأحكام على الناس ويعني يصفهم بالابتداع، وربما كانوا أقرب منه إلى الهدى، وهذا يجب على المسلم أولا أن لا يقيم بناء على رأي عاطفته ولا على مجرد رأيه أو عقله، فالتبديع والتفسيق لله ولرسوله وليس لي ولا لك. فإذا ثبت أنه مبتدع بالفعل ومؤصل في بدعته ومنهمك فيها وداعية إليها، فالواجب أن تهجره بعد أن تبذل جميع وسائل النصح والتوجيه. نعم. يقول السائل: ماذا أفعل لو نقض وضوئي وأنا محرم، وهل يجوز السعي بدون وضوء؟ سؤاله الثاني يقول: ماذا يقرأ في ركعتي الفجر؟ نعم، انتقاض الوضوء حال السعي لا يؤثر، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، وإنما الطواف، الطواف هو الذي تشترط له الطهارة. فلو انتقض وضوءك وأنت في الشوط الرابع أو الخامس فأنت تتوضأ وتستأنف من جديد كأنك لم تطف، شأنه شأن الصلاة كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة إلا أننا نتكلم فيه. فيعني في مثل هذه الحال الطائف، يعني الطائف لا بد أن يكون على وضوء، أما الساعي فلا يشترط في حقه الوضوء. أما كونه محرما وينتقد الضوء فلا يلزمه الوضوء مرة أخرى ما لم يأتي ما يستدعي الوضوء من صلاة وتلاوة للقرآن ونحو ذلك. نعم. يقول السائل: إذا ذكر الرجل عن رجل آخر في مجلس شيئا مما يكرهه بقصد بدون أن يسمي اسمه، هل يعد هذا غيبة؟ كيف إذا ذكر إيش؟ إذا ذكر رجل آخر دون أن يسميه في مجلس، هل يعد هذا غيبة؟ نعم، إذا ذكره بسوء وفهم الناس ذلك فهذا من الغيبة، ولو كان صحيحا فإنه يكون من البهتان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان ما قلته صحيحا؟ قال: إن كان ما قلته صحيحا فقد اغتبته، وإن كان كذبا فقد إيش؟ بهتة. فالواجب على المسلم أن تعيده عن الغيبة والنميمة، ولأنهما من أكبر الكبائر التي تبعد عن الله سبحانه وتعالى. اجتهد في مجالس الصالحين، وإذا رأيت أهل الغيبة فابتعد عنهم ولا تقربن مسجدهم ولا تقربن مجلسهم. نعم. يقول السائل: ما حكم الملصقات التي فيها ذكر الله تكون معلقة في المساجد أو بعض الأماكن؟ نعم. ما حكم الملصقات تكون فيها ذكر الله معلقة في المساجد أو بعض الأماكن العامة؟ يعني إذا كان المقصود تذكير الناس ولم تكن فتنة شاغلة للناس، لا تجعل أمام المصلين، لا تجعل أمام المصلين، والأولى أن يذكر الناس مباشرة بدلا من هذه التعليق التي افتتن الناس بها. نعم. نعم. يقول السائل: هل الذي في الشام يعد جهادا شرعيا، وهل تنصحنا الذهاب للقتال في النصرانية؟ على كل حال ينبغي لنا أن نجتهد لإخواننا
في الشام بالدعاء والتضرع إلى الله عز وجل بأن ينصر المسلمين الذين يقاتلون لإعلاء كلمة الله. أما الذين لا يريدون هذا الهدف فإن البعد عنهم خير، ولا يلزمك أنت الآن الذهاب إلى تلك الأماكن، فإن القتال فيها غير واضح، وإن فيها من الشر، وإن فيها من عدم قيام راية للتوحيد وعدم الاتحاد تحت راية الإسلام ما يبدو لكل ناظر. فندعو لهم بأن يخلصهم الله من هذا الكابوس. فيعني لست يعني قضية ليست هناك راية مرفوعة يقاتلوا تحتها، لكن ندعو لهم بالنصر والتمكين للمؤمنين منهم، ندعو لهم بالنصر والتمكين. والجهاد له ضوابط وشروط سواء كان في الشام أو في غير الشام، له ضوابط وشروط لا بد من مراعاتها. الإخلاص لله وحده، وإذن الوالدين، وإذن ولي الأمر، وأن تكون المسلمين شوكة ومنعة، وألا تكون هناك معاهدة بينهم وبين المسلمين ونحو ذلك. فإذا وجدت هذه الضوابط فحي على الجهاد. نعم. يقول السائل: لدينا بعض طلبة العلم في بلادنا تصدروا لتدريس ولم يجالس العلماء ويدرس عليهم، ويكثرون من ذكر مسألة عدم العذر بالجهل إلا من وقع في الشرك الأكبر، فما تنصحون أن يجلسون أم؟ أولا يجب المسلم أن لا يتصدى لشيء لا يحسنه، ولا يجب عليه أن يرد الأمور إلى أهلها، وأن يسند الحق إلى أهله، وأن يعطي الليث منيع غابه، وأن لا يتسرع في هذه الأحكام على الناس، فإن هذه جرت ويلات على المسلمين بسبب الطفيليين الذين يتطفلون العلم وليسوا أهلا له. أما إذا أتقن المسلم مسألة أو مسائل فعليه أن يبلغها للناس، وأن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر بقدر ما يستطيع وبقدر ما تعلم، بلغوا عني ولو آية، لكن بشرط أن يجيد ويحسن ما يبلغه وأن يجتهد في ذلك. ثم أما يعني أن يتصدى للعلم بل ليسوا أهلا له فيختلفون ويتصارعون وتحصل بينهم مفارقات وأشياء، فلا شك أن هذا أمر خطير. وأنا سجلت كلمة قبل أيام ولعلها تسمع في مثل هذه الأشياء. نعم. يقول السائل: إذا سألني سائل يقول لي أين الله فماذا أجيبه، وإذا سألني أين الجنة وكم منازلها فماذا أجيبه؟ كيف؟ إذا سألني سائل يقول أين الله، أين الله، نعم، فماذا أجيبه؟ وإذا قال لي أين الجنة، نعم، وكم منازلها فماذا أجيبه؟ إذا قال لك أين الله فأجب بما أجابت به الجارية التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، فقل في السماء، كما قال الله عز وجل في كتابه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا. فتجيب بهذا الجواب يعني في العلو، فإن الله تبارك وتعالى له علو الذات وعلو القهر وعلو القدر، كلها لله تبارك وتعالى، فهو عال على جميع خلقه، مستو على سبع سماواته، مستو على عرشه فوق سبع سماواته. والأدلة في هذا واضحة جدا، لا يمكن أن تحصر في مثل هذا المقام. نعم. يقول السائل: أعمل في مصنع إسمنت، وأحيانا يأتي دور يوم الجمعة لا أستطيع الذهاب إلى المسجد لبعدي عن المسجد، فهل يجوز لي أن أصليها ظهرا؟ كم يبعد؟ كان يبعد بعدا فاحشا يكلفك مشاوير طويلة بالكيلوات فلا تلزمك الجمعة. نعم. لعلنا نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيك.